السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. الفيديو نتاع اليوم نعطيكم طريقة تفصيل وخياطة مئزر نتاع الأولاد. كانوا بزاف الأخوات المشتركات اللي معي في القناة طلبوا مني الطريقة المئزر نتاع الأولاد. هنايا واش معنا لابوبلين. لابوبلين شحال راهي ديال المتر؟ هذا شريتها 15000، كاين تاع 20000، كاين تاع 15000، كاين نوعين نتاع لابوبلين. المهم هذا هنايا شريتها 15000 وجبت البيه، وشريت هذا الموتيف نتاع بنتان ها هو تاع الاطفال باش تزين نزينوا به المئزر. نعطيكم الطريقه نتاع الفصال، نعطيكم فصاله سهله، ما نعطيكمش فصاله اللي تكون فصاله، غادي نديرها لكم سهله. نطوي ها هو هنايا لابوبلين راه مطوي على زوج، ونولي نطويه على اربعه. هذه نخليوها للجهه نتاع القفله باش نديروا القفلات نتاع المئزر. نطويه بهذه الطريقه كيما راه، كي تجيبوه من المحل ها هو راه مطوي هنا على زوج. كي يكون مطوي على زوج تقدوه تردوه قد قد، وديروا الطول نتاع الطابلي شحال تحتاجوا، وتخليو هنا دائما تخليو الزياده نتاع القفله باش نديروا القفلات في الامام، والا ديروا السلسله ما تخليوش. نبداو في الطريقه تاع الفصاله. نعطيكم طريقه، قلت لكم طريقه سهله باش حتى المبتدئات يخدموا. هنا عندنا في الفتحه نتاع الامام عندنا 6 سنتيم تاع الامام ونتاع الخلف، عندنا 6 سنتيم للصغار، والكبار عندنا 8 سنتيم طريقه. وهنا عندنا الكتف درت 11 سنتيم، هيا يعني هنا 6 سنتيم و11 سنتيم، طيح 17 سنتيم 18 سنتيم. وهنا باش تنزلوا للنقطه التركيز نزلت ب 20 سنتيم، ونديرو دورة الصدر. دورة الصدر شحال عندي؟ عندي هنا عندنا 21 سنتيم، وزدت 2 سنتيم نتاع الخياطة. هذه هي الطريقة نتاع الفصالة. والطول نتاع المئزر اختياري، هذاك الطول يبقى لكم ليكم، كاين اللي يبغيه طويل كاين اللي يبغيه ناقص، كل واحد وكيفاش. هنا ندير في الطول تاع المئزر قلت لكم يلبس 9 سنين 10 سنين، لكن الاختيار ليكم نتوما الطول، الا جاني طويل ولي نقص. وهنا نفصلو المئزر، والعرض نتاع المئزر هنا والجهه السفليه العرض شحال يجينا؟ يجينا 24 سنتيم العرض. هنا باش نديرو ها العرض ندير 24 سنتيم نتاع العرض، ونفصل المئزر. ما يجيش ايفازي المئزر تاع الاولاد، ما يجيناش ايفازي، نديروه تفصلوه نيشان، تدخلوا غير هنا بواحد نصف سنتيم وتخرجوا. نديروا الطريقه نتاع الفصال. هنا نفصل الامام، بسم الله. في الامام تنزلوا بواحد 2 سنتيم. هنا عندنا زياده، هاي الزياده هنا ما عطيتكمش شحال درت زياده، عندي 4 سنتيم تاع القفله. هنا نديرو حرده الابيض، هاي تنزلو وهنا تجينا حرده الابيض بهذه الطريقه. هنا يبقى لكم الطول تاع المئزر. الطول تاع المئزر اختيار، شحال ندير انا؟ ندير 70 سنتيم، اللي بقى لنا نقصو ونديرو لكم. ها هو المئزر كملته. هذه هي الطريقه نتاع ساهل، قلت لكم درتها لكم بطريقه سهله. الامام ننزل 9 سنتيم باش ما يجيش جايف، وتوليو ديروا دائره الطريقه وتفصلوا. نزلت 9 سنتيم، يبقى لنا الكم ويبقى لنا الجيوب. شوف شحال بقى لنا، بقى لنا هذا، توليو تقلبوه بهذه الطريقه وتفصلوا لكم. تحاولوا كيش تخرجوا هنا لكم، هذا غير متر تاع قماش، ما جبتش زياده، جبت متر نتاع قماش. الا بغيتوا باش يخرج لكم تجيبوا متر و25 سنتيم. الكم نخرجه هنا، نخرجه بهذه الطريقه هنا
لازم تجيبوا الدوره نتاع الابط. ها هي الدوره نتاع الابط هنا، وديروا النقطه وتنزلوا ها هي وتنزلوا الكم. تشوفوا شحال ديروا الطول نتاع الكم، الطول نتاع الكم. وهنا ندير خط، ها ديروا خط هنا مع الكوع، تقبضوا هنا الوسط، ها هو الوسط، وتجيو بهذه الطريقه وتفصلوا المئزر. هنا عندنا الطول 48 سنتيم، وهنا عندنا العرض عندنا 11 سنتيم. ها هذا هو، هذه هي الطريقه نتاع الفصاله نتاع الكم. دوران ها هذه هي الطريقه نتاع الكم نتاع المئزر. هذه وهنا نقبضوا الوسط، ها هو الكم نتاع المئزر. هذا اللي بقى لنا قلت لكم نديروه جيب نتاع طابلي. المهم هنا نطرفه او نطرفه بهذه الطريقه ونخدمه جيوبه. نديرو طريقة نتاع الخياطة، نديرو لافيزلين هنا في الجهة نتاع القفل، ديرو لافيزلين بهاد الطريقة وتحدو. درت بالمئزر تاع البنات، درت لطوال كم، تقدرو ديرو حتى لافيزلين. هاهي درت، ها هو لافيزلين، يجي حتى لافيزلين باش نديرو القفلة، لازمكم ديرو لافيزلين. ندير خياطة هنا، نخيط الجهة نتاع القفلة ونوليو نلاقيو الكتف. خيطت الجهة نتاع أيا خيطت الجهة نتاع القفلة، خيطتهم في زوج جهات، لاقيت الكتف، نلاقي نخيط الكمام. عندي الطريقة نتاع الخياطة نتاع الكمام، ولاقي الطابلي ونديرو جيب جيوبة في الطابلي. تبغيو ديرو زوج، تبغيو ديرو واحد، الإختيار الإختيار ليكم. هنا لصقوا الكم نتاع الطابلي، هاهو درت له هنا سورفيلاج باش ندير له كفه، نلاقي الكم ونولي ندير كفه ونخيط الطابلي من الجناب، ندير الكفه للطابلي. ندير هنا السورفيلاج ونلاقي المئزر ونوريكم كيش نديرو كيش الخياطة نتاع الجيوب. في الجهة نتاع الأمام ونتاع الخلف استعملت حاشية، شريط نتاع الحاشية هنا، هاهي نخيطه بهذه الطريقة ونولي نقلبه لداخل، ما استعملتش دي، استعملت من نفس القماش.
هنايا كملت الطابلي ندير الجي، قالت لي الطريقه نتاع الجي، كملت المئزر ها هو كملناه. يا كملت الخياطه نتاع الطابلي كملته هنا، ها هي الجهه نتاع الامام، الجهه نتاع الامام درت لها قلت لكم الحاشيه، ما درت لهاش للبي، بغيت ندير البي لكن الحاشيه تجي احسن. ها هي هنا الجهه نتاع القفله، تبقى لنا ندير نديرو القفلات في الطابل في المئزر. وهنا الجيب ها راني ملصقه، راني قابضه تاع بالايبانك، باقيت لي ندير له خياط. هنا حددت كفيته بالحداد، هنايا بهاد الاطراف كفيته بالحداد. تقدروا الجيب تخيطوه مع الجوانب تاع الطابلي، تقدروا تلصقوه بهذه الطريقه، الاختيار لكم، المهم لصقته بهذه الطريقه. هنا ندير له خياطه، ندير خياطه الجيب ونوريكم الطريقه كيش تلصقوا القفله في المئزر. ها هي المئزر جا شباب، ودرت له هذا الموتيف، هذا الموتيف لصقته بالحداد، تحطوا عليه الحداد يلصق. هاي جا شباب الطابلي سامبل وخفيف وسهل حتى في الخياطه، حتى المبتدئات يقدروا يخدموه. ندير خياطه الجيب، هاي ندور على الجيب ونديرو الطريقه نتاع القفله. كملت المئزر كملناه، هنا تبقى لنا الطريقه نتاع القفله. هاي درت هذه، نديرو الجهه اللي نقبضوا بها، والجهه كل جهه على حساب كيما نقولوا كل وحده على حساب الجهه نتاعها. ندير هاد الجهه الاولى ونولي للجهه الثانيه، جيبوا القفله، ها هي نتاع القفله نتاع الترطيقه، استعملوا هذه، تستعملوا وحده فيهم، تستعملوا عندهم زوج، كاين زوج تاع لي مول. شوف كاين المول نتاع هذه وكاين المول نتاع هذه، فيهم يجيو المول هادو كي نشريو تشريو ربعه، يعطيوكم ربعه مع بعض. هنا نستعمل المول هذا، المول قلت لكم اللي نبلعو به، اللي باش نبلعو ماشي اللي نبلعو كيما القفله اللي يجي بلاصه الفتحه. هاهي نحطو هنا، نستعملو هادي، تعملها عندها فين تدخل هنا، هاي ندخلوها هنا، طريقة شوية ما تقبضش، كاين اللي شوية يجيو واسعين على العين نتاع القفلة. وهنا تجيبو هذه وتدخلوها للخلف للكفة نتاع الطابلي، ديرو ثقبة صغيرة هاي هنا، وتجيبو اللي تحكم القفلة. هي كاين قلت لكم اللي تنحكم وكاين اللي حتى تضغطوا عليها باش تنحكم. في الاول درناها لداخل، لكن هنا دروك نديروها لبرا ونبدلو المول، المول يتغير ما يقعدش هذاك. وهنا نزيد نكمل، لازم قلت لكم نديرهم كلش قد قد، نكملهم ونوريكم النتيجه. النتيجه النهائيه نتاع المئزر كملته، المئزر جا شباب، ها هو تخيطوه لوليداتكم احسن من اللي تشريوه باغلى ثمن، متر قماش 15000، هاد القفلات ينباعوا 100 دورو للوحده. هنا ديروا يجيوكم 10، تشريو 10، لازم تشريو وحده بخمسه من الجهه العلويه وخمسه للجهه السفليه، هاي لازم تجيبو تجيبو 10، يعني 10 شحال تستقام لكم؟ تستقام لكم 50 دينار. موتيف شريته 3000، يعني كلش باش تخدموا مئزر، باش نشريو اللوازم تاع الخياطه تاع المئزر يستقام لكم 23000 تخدموا مئزر، مئزر لوليداتكم للمدرسه. هنا ما درت لهاش، قلت لكم غادي ندير لها البيي، لكن ما درتش البيي، درت الحاشيه، درت لها سيرفيلاج ودرت الحاشيه.
المئزر يلبس 8 سنين 9 سنين. هذا المئزر كبير يلبس اللي يكون شويه وافي، يلبس يلبس اللي يقراو السنه الثالثه، السنه الثالثه السنه الثانيه. المهم هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله تعجبكم، ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.